السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة اليونيسف، في إطار الظرفية التي فرضها انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وبغية التمكن من تعزيز مقاصد البرامج الدراسية ومستوياتها في أبعادها المؤثرة للمهارات الحياتية بالنسبة للسنة الأولى ثانوي إعدادي، ارتأى فريق مهارتي بأسف أن يقدم لكم هذا العمل، وهو عبارة عن مراجعة لدرس من دروس مادة الاجتماعيات بالسنة الأولى تحت عنوان النظام فيودالي في أوروبا في العصر الوسيط. وتجدر إشارة إلى أن هذا العمل قد أتى في المرحلة الرابعة من التعليم عن بعد، وهو في مجمله عبارة عن مجموعة من التمارين والأنشطة من أجل تقوية واستثمار التعلمات من جهة، ثم من أجل إدماج مجموعة من المهارات الحياتية من بينها مهارة التعاطف والمشاركة. وهكذا إذن سنشتغل على وضعيتين تقويميتين، الأولى تقتضي من التعامل مع أسئلة موضوعية، والثانية سنتطرق فيها للاشتغال على مجموعة من الوثائق قبل أن نمر إلى تفعيل المهارة الحياتية المستهدفة في هذا الدرس، وهي التعاطف والمشاركة. إذن بخصوص الوضعية الأولى عبارة عن أسئلة موضوعية، سنتطرق فيها إلى ثلاث أسئلة. السؤال الأول، تابعوا معي، عرف أو عرفي ما يلي. هناك مصطلح الأول اللي هو نظام فيودالي، ثم مصطلح الصخرة. إذا عدنا إلى النظام الفيودالي وبعودتنا إلى المقرر الدراسي، سنجد أن النظام الفيودالي هو مجموع تقاليد والعادات والأساليب العيش التي حكمت العلاقات بين السيد الإقطاعي بأوروبا خلال العصور الوسطى ثم القرن المرتبط بالأرض. أما بخصوص الصخرة، فمن خلال مصطلح الصخرة فهي عبارة عن أعمال مجانية وغير محدودة التي فرضها الأسياد على الأقدار في إطار هذه العلاقات الفيودالية. بعد معالجتنا للشق الأول من الأسئلة الموضوعية، ننتقل إلى الشق الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من الجمل تقتضي منكم الإجابة بصحيح أو خطأ. إذن لنقوم بقراءة هذه الجمل. الجملة الأولى، ظهر نظام فيودالي في أوروبا بسبب سيادة الأمن ووفرة المال. ثانيا، تكون المجتمع الفيودالي من الملوك والأسياد والفرسان فقط. السيد هو المالك للأراضي الفلاحية خلال العصور الوسطى، ثم الأقنان هم الفلاحون الذين يشتغلون بأرض سيدهم. لنعود إلى الجملة الأولى. كما رأينا من خلال الدرس أن من بين أسباب ظهور النظام الفيودالي هناك تراجع الاقتصاد الأوروبي، ثم عجز الملوك عن حماية شعوبهم وتوفير الأمن لهم نتيجة الهجومات التي تعرضت لها أوروبا من خلال شعوب النورماندية والهنغارية والإسلامية، مما يبين أن هذه الجملة فهي خاطئة. بالنسبة للمجتمع الفيودالي، كما رأينا قبل قليل في تعريف الصخرة قلنا أن أعمال فرضها الأسياد على الأقنان. إذن هنا يظهر أن هناك فئة أخرى اللي هي الأقنان. من خلال الجملة يتبين أن كذلك خاطئة، فالمجتمع الفيودالي يتضمن الملوك والسادة والفرسان إضافة إلى فئة الأقنان. السيد هو المالك للأراضي الفلاحية خلال العصور الوسطى، من طبيعة الحال ما أنه يفرض أعمال مجانية فهو المالك للأراضي الفلاحية، فالجملة هنا صحيحة. الأقنان هم الفلاحون الذين يشتغلون بأرض سيدهم، من خلال الجملة التي سبقتها يمتلكون أراضي فلاحية، من يشغلون فيها من طبيعة الحال الأقنان. إذن الجملة كذلك صحيحة. نمر الآن إلى الشق الثالث، وهو عبارة عن تصنيف. لدينا مجموعة من الجمل تقتضي منكم تصنيفها. سنصنفها حسب ماذا؟ هل هي واجبات الملك تجاه السيد؟ أم هي واجبات السيد تجاه الملك؟ إذا لاحظوا معي، الإشراف على تقاضي سكان منطقته، ثم تقديم تعويضات نقدية وعينية للملك، تنازل عن حق جباية الضرائب، تنازل عن الرسوم القضائية، مناصرة الملك وقت الحرب، ثم تقديم هدايا. نلاحظ أنه في الدرس الذي قمنا بشرحه بالنسبة للنظام الفيودالي أن هناك علاقات متبادلة ما بين الملوك وما بين السادة. إذا الإشراف على تقاضي سكان منطقته فهو من واجبات الملك تجاه السيد. تقديم تعويضات نقدية وعينية للملك، إذن فهي من واجبات السيد تجاه الملك. التنازل عن حق جباية الضرائب هنا من واجبات الملك تجاه السيد. التنازل عن الرسوم القضائية كذلك فهي من واجبات الملك تجاه السيد. أما مناصرة الملك وقت الحرب تبقى من واجبات السيد تجاه الملك، وكذلك تقديم هدايا للملك. انتهينا الآن من أسئلة موضوعية، ننتقل إلى الوضعية التقويمية الثانية
والتي هي عبارة عن اشتغال على وثائق. بما أنه اشتغل على وثائق يعني سنشتغل على خريطة أو نص أو صورة أو خط زمني إلى آخره. أولاً سنشتغل على الوثيقة التالية عبارة عن خطاطة هرمية للمجتمع الفيودالي. ما المطلوب منا؟ لاحظ الخطاطة، لاحظ أو لاحظ الخطاطة، ثم صف أو صفي بنية المجتمع الفيودالي، ثم سمي طبقات المجتمع الفيودالي وحدد اعتمادا على ما درست وظيفة كل طبقة. لاحظوا معي أعزائي أن هذه الخطاطة رأي على شكل هرم، لديه قمة ولديه قاعدة، أو بصفة عامة يتكون من مجموعة من الطبقات. هذه الطبقات كل طبقة داخلها صورة تعكس الوضعية الاجتماعية لتلك الفئة، وهي كما يلي عندنا: أولا في القمة الملوك والسادة، يليهم الفرسان، ثم الفلاحون الأحرار، ثم في قاعدة الهرم هناك الأقنان. إذا من خلال الوصف ديال هذا الهرم نستنتج أن بنية المجتمع الفيودالي فهو مجتمع طبقي. بالعودة إلى الخطط الهرمية نستنتج أو نسمي الطبقات. إذا لدينا طبقة الملوك والسادة، ثم طبقة الفرسان، ثم طبقة الأقنان. بالنسبة للملوك والسادة فوظيفتهم الحكم، يحكمون. طبقة الفرسان وظيفتهم توفير الحماية والأمن للسادة. أما الفلاحون والأقنان فوظيفتهم اشتغال لدى أرض سيدهم طيلة حياتهم. ننتقل إلى الوثيقة الثانية عبارة عن صورة. لاحظوا معي المطلوب. أولا نحدد نوعية هذه الوثيقة، لقد حددتها لكم، نحدد نوعية الوثيقة وموضوعها، ثم نسمي الطبقتين فقط، الطبقتين الممثلتين في الصورة مع استنتاج العلاقة بينهما. إذا لاحظوا معي أعزائي، إذا من خلال الوثيقة نلاحظ أنها عبارة عن صورة، موضوعها نستشفه من خلال موضوع الوثيقة، وهو عبارة عن اشتغال الأقنان تحت التهديد بالضرب من طرف السيد. بالتالي نستنتج أن الطبقتين الواردتين في الصورة هم فئة الأسياد وفئة الأقنان. ما العلاقة بينهما؟ لاحظوا معي الصورة، أقنان يشتغلون، سيد يقوم بتهديدهم بالضرب. إذا العلاقة هنا فهي علاقة استغلال، تسلط، ظلم، استعباد إلى آخره. آخر وثيقة سنشتغل عليها ضمن الاشتغال على الوثائق هو عبارة عن نص تاريخي. أولا نقوم بقراءة نص، ثم نحدد فكرته العامة، ونستخرج من النص واجبة الأقنان تجاه الأسيد. سنقوم بقراءة أولية واحدة للنص. عليهم أن يحضروا الأحجار كلما دعت الضرورة دون أي احتجاج أو معارضة. وعلى ما أظن من اللي قلنا عليهم أن يحضروا الأحجار كلما دعت الضرورة، كنظن أن الانتباه ديالكم غتعرفوني شنا هي الفئة اللي غادي نهضر عليها بالضبط، دون احتجاج أو معارضة. يشغلون على الدوام في الفرن والمطحنة، ويستعبدون كما تستعبد كلاب. وعليهم إضافة إلى ذلك واجب تقديم هذه الخدمة لسيدهم كلما أقدم على إقامة بناء، وإذا استدعى الأمر تنظيف القناة، وجب على كل واحد منهم حمل فأسه والذهاب إلى تلك القناة. هذا النص مقتطف من ويس أنشودة الفلاحين في فيرسون بمنطقة النورماندي في القرن العاشر الميلادي. أورده كنافو وآخرون كتاب تاريخ سلسلة بولان لسنة 1997 بالضبط صفحة 83. إذن أعزائي من خلال قراءة النص نستنتج أن فكرته العامة كما يلي: الأعمال الشاقة التي يفرضها الأسياد على الأقنان. إذن ما هي هذه الواجبات؟ الواجب الأول حمل الأحجار الثقيلة دون اعتراض واحتجاج. الواجب الثاني الاشتغال وفق دوام محدد في الفرن والمطحنة وبالمجان، وهنا هذه اللي كنطلقوا عليها أعمال الصخرة. أخيرا القيام بأعمال البناء وتنظيف القنوات. إذا ننتقل الآن إلى تفعيل المهارة الحياتية. لاحظوا معي الوثائق الثلاث التي اشتغلنا عليها في إطار الاشتغال على وثائق. إذا تأملنا هذه الوثائق نجد أن مهارة التعاطف قد صحبت طيلة هذه المراجعة، وهو ما تبرزه بقوة مضامين هذه الوثائق الثلاث. لهذا يصبح تعريف مهارة التعاطف ضرورة ملحة، وتنميتها وتفعيلها واجبا يقتضيه الواقع المعيش والمواطنة النشيطة. إن مهارة التعاطف أعزائي نقصد بها هي قدرتنا على التموقع مكان الآخر وتمثل ما يشعر به وما يفكر به. وبالتالي إذا أردنا أن نحققها على أرض الواقع، أدعوكم أعزائي إلى الإجابة على التساؤل التالي: استنتجي من الوثائق الثلاث وضعية الأقنان مقارنة بالطبقات الأخرى، ثم أبدي رأيك فيها.
إذن من خلال مضامين الوثائق الثلاث أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، أكيد ستتفقون معي في كون أن الأقنان عاشوا أوضاعا صعبة في ظل النظام الفيودالي التي تميزت بالاستغلال والتعرض للعنف والتسلط وانتهاك الحقوق. وبالتالي فإذا وضعنا أنفسنا مكانهم لا محالة سنندد بمختلف أعمال الصخرة التي يقوم بها القنت تجاه السيد، وسنطالب بالاشتغال في ظروف ملائمة تحترم فيها القوانين وتصان فيها كرامة الإنسان. فحتى تاريخيا يتبين أن التعاطف كان سببا في خلق الوحدة والتكتل في مواجهة الأخطار التي تهدد الإنسانية. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه عاملا أساسيا ساهم في خلق روابط علائقية بين أفراد المجتمع الأوروبي، وذلك في فترة ما بعد العصور المظلمة، مما جعلهم يقفون مع بعضهم إلى بعض في مواجهة كل أشكال الاستبداد والظلم والاستعباد وطالبوا بالحرية. ويكفينا نحن المغاربة فخرا بأن المغرب ملكا وشعبا أبان كذلك عن هذه المهارة في مواجهته لجائحة كورونا، حيث ظهر ذلك بشكل جلي خلال فترة الحجر الصحي. إذن ننتقل إلى الإبراز امتدادات مهارة التعاطف. أكيد أن تنمية وتفعيل هذه المهارة داخل الحياة المدرسية سيكون له تأثير جد قوي وجلي على علاقة التلاميذ فيما بينهم، وعلى علاقتهم بأساتذتهم، وعلاقتهم بمحيطهم الأسري ومحيطهم الاجتماعي ومحيطهم المهني مستقبلا. لذلك فإن تفعيل هذه المهارات داخل الأندية بالمؤسسة التعليمية، خاصة نادي التربية على المواطنة وحقوق إنسان أو خلية الإنصات، سيكون له فضل كبير في تعزيز قيم المواطنة داخل الحياة المدرسية. غير أنه لا ننسى أن مهارة التعاطف لا بد لها من مجموعة من المهارات أخرى التي تعززها لنرتقي بها، ومن بينها المشاركة. فالتعاطف أيضا مشاركة، ولكنها مشاركة وجدانية، وحتى نشارك الآخرين ونحس بما يشعرون به وما يفكرون به ونتموقع مكانهم، يجب أن نشاركهم. يعني في بعض الحالات يكون هناك ما فائدة التعاطف مع بعض الحالات دون أن نشارك في همومها. فالمشاركة تؤدي إلى تجويد عمل ما، أو إلى التأثير في مسلسل اتخاذ قرارات، أو إلى التطور في اتخاذ مجموعة من العمليات. في نهاية هذه الحصة أعزائي، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم، دون أن أنسى أن أوجه كافة الشكر الجزيل لفريق مهاراتي بأسفي الذي فعل كذلك هذه المهارات الحياتية من أجل تقديم هذه العمل، ومن بينها أولا احترام التنوع من خلال انتقاء مجموعة من الوثائق تفاديا للتنميط، ثم المشاركة. فنشير إلى أن هذا الدرس قد أنجز في فترة الحجر الصحي، ولولا المشاركة لما تم إخراجه بهذه الصيغة، إضافة إلى أن فريق العمل قد استغل جميع وسائل التواصل المتاحة لإنجازه. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء مجدد مع مهارة حياتية أخرى من مهارات في مادة الاجتماعيات.